السيد عامل، سيدات السادة الحضور، بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الغر الميامين، وتفعيلا للأهداف السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخصوصا النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة بإقليم تازة، وتنفيذا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين عمالة الإقليم ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمجلس الإقليمي لتازة، ومؤسسة السجن المحلي، ومركب التكوين المهني، ووكالة إنعاش الشغل والكفاءات. تتشرف السلطة الإقليمية على إقليم تازة بتوزيع التجهيزات ومعدات العمل على عدد من السجناء المفرج عنهم من حامل المشاريع المضرة للدخل، ويستفيد من هذه العملية 17 من النزلاء السابقين، استفادوا من البرامج التكوينية والتأهيلية والتعليمية في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، والحاملين لمشروع حياة شخصية تمت صياغته بناء على تشخيص أنجز بمساعدة مصلحة التهيئ لإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس إعادة إدماج السجناء، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل. وستمكن هذه التجهيزات والمعدات التي سيتم توزيعها من إدماج هذه الفئة في عملية التنمية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التشغيل الذاتي. وتروم هذه المبادرة النبيلة في شطرها الثاني والمندرجة ضمن برنامج محاربة الهشاشة خلق أنشطة مضرة للدخل، ووضع برنامج تحسيسي لدعم قدرات المستفيدين بخصوص كيفية خلق وإنجاح المشاريع المضرة للدخل وكذا تدبيرها وتسييرها. وتهم قائمة المشاريع البالغة تكلفتها 400,000 درهم تخصصات مختلفة تتوزع على المجالات التالية: الترخيص جزء المستفيدين، صنع الخبز والحلويات جزء المستفيدين، الحلاقة 5 من المستفيدين، التلقيم مستفيد واحد، الجفص العصري جزء المستفيدين، الصباغة 3 مستفيدين، البناء مستفيد واحد، إصلاح الثلاجات مستفيد واحد. وتعكس هذه المبادرة العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه الفئة من المجتمع باعتبارهم مواطنين مغاربة يتعين العمل على صون كرامتهم ومصاحبتهم من خلال إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال حفظه الله: وإنما نريه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية، مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 23 يناير 2003.